في الجدار. ومن يكون غيره؟ اختار هذه الذهابة السخيفة لأنه يعلم أنني أخاف من الفئران. طيب يا دحومي، انتظرني. ما أجمل لوحتي وما ألذ هذا الحليب. ها؟ سأحضر غيرها ثم أعود لأضع آخر لمسات العبقرية. ها؟ سأثبت لبسمة أنني رسام موهوب. لنرى إن كانت ستكتشف أن جحر الفئران هذا ليس حقيقياً. دحومي، أين أنت؟ هو يثير الفوضى وأنا علي الترتيب. ما هذه الفتحة؟ هل يعقل أن تكون بلا شك إنها. يا سيدي، وهكذا قدمت لسيادتكم الأدلة الكافية على أن هذه الفتاة اكتشفت مكاننا السري، فصار وجودنا هنا خطيراً علينا، فبماذا ستحكمون عليها؟ يكفي. القضية واضحة وعلينا الحكم بسرعة. هذه الصغيرة ستخبر أهلها بمكاننا، وأهلها سيضعون لنا الفخاخ في كل مكان. إذن لابد من التخلص منها قبل أن تكشف أمرنا. هيا. بسمة، اهدئ يا بسمة. أين أنا؟ هذه أول مرة أرى أحداً يحلم وهو واقف على قدميه. اعذريني، كانت دعابة سخيفة. لا بأس، وأنا أيضاً علي أن أتعلم كيف أتخلص من مخاوفي. شاهدوا مغامرات بسمة ودحومي في أي وقت على قناتنا على اليوتيوب.